أحبتي وإخواني، أتاكم رمضان؟ هكذا قال النبي محمد. سبعين صورة من فم النبي محمد. يا نهار أبيض،
المكان السيء بالنبي أبدا. مكان السيء بالليل ولا بالنهار. صليتم على رسول الله؟ نعم. 70 من 114 النتيجة كم؟ 44. تعلم بقية الصحابة بالرسول. إذا شيخ المسؤول من؟ سيدنا رسول الله. قال تعالى: أسمعني القرآن. يا أخي والله الدنيا أرخص مما تتصور. والله العظيم أرخص جدا. في نفس الكرسي اللي أنت قاعد عليه في أي مصلحة كنت فيه. اقعد كده في لما تروح للشغل عد كم واحد قعد عليه. كتير. كم واحد شفته في حياتك والان قد اختفى عن الانظار؟ اين هو الان؟ اتدري اين هو؟ هو الان بين يدي الله يسال عن ماضي. اخبار ماضيك يا باشا، يا استاذ، يا باشمهندس، اخبار ماضيك. قال الملك: ولقد جئتمونا مرادا. أسأل الله أن يجعل أسعد أيامنا يوم أن نقف بين يدي الله، يوم أن يقول: يا عبادي ما خوف عليكم. طيب أنت خايف، طيب خايف، ولك يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا ابن مسعود، ابن مسعود يا شباب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قصة معروفة ومشهورة، لما ضحك الصحابة مش ضحكة سخرية. السخرية دي تركوها لنحن أحباب الإخوان. أسأل الله العفو والعافية، يسخر بعضنا من بعض، ولكن قد ضحكوا من ضد ساق ابن مسعود. ابن مسعود يا شباب قالوا عنه في العلوم الحديثة أنه لا يتجاوز المتر، لا يتجاوز المتر، متر سنتي، شايف يعني 100 سنتي. صليت على رسول الله، كان إذا ما جرت به الخيل لا يستطيع أن يتمالك، ولكن وزنه كبير عند من؟ عند الله. لما ضحك الصحابة على دقة ساق ابن مسعود قال لهم المصطفى: أو تضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ أنتم بتضحكوا على رجل صغيرة الحمرة دي؟ قالوا: نعم يا رسول الله، والله دقيقة، والله دقيقة جدا يا رسول الله، صغيرة يا رسول الله. فإذا برسول الله يقول لهم حتى أبكى الصحابة أبكاهم. قال النبي محمد: والذي نفسي بيده إن ساق ابن مسعود لتعدل عند الله جبل أحد. أكرمكم الله الساق بس، أما مخ ابن مسعود فيه 70 صورة، فيه القطة، فيه القرآن كله، حتى هناك قراءة تسمى قراءة ابن مسعود. هل صليتم مع رسول الله؟ يدخل يوما النبي محمد المسجد، يدخل يوما النبي محمد المسجد فيجد ابن مسعود في مسجد رسول الله. أسأل الله أن أراكم وأن تروني في مسجد رسول الله في هذا العام في الحج. قولوا أمين. قل أمين ما تخافش، قل أمين ما تخافش، ما تخافش، قل أمين. اللهم أمين يا رب. اسمع، نعم نعم. دخل النبي مسجده معايا مع عمنا دي إشارة تحية صلاة رسول الله. اسمع، نعم اسمع. دخل فوجد ابن مسعود قائم يصلي، وصوت ابن مسعود: الله الله. فإذا برسول الله يقف من خلفه، واقف النبي وبيسمع قراءة ابن مين؟ ابن مسعود. ومعه من؟ أبا بكر وعمر. أبو بكر وعمر واقفين جنب النبي محمد. ابن مسعود مش عارف الذي خلفه من؟ لم يعرف النبي محمد. فإذا ابن مسعود ينهي القراءة ثم بعد ذلك يقرأ في القنوت ولم يعرف من خلفه. أتدرون ماذا كان النبي يقول من خلف ابن مسعود؟ كلما دعا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان النبي من خلفه يقول: اللهم امين، سل تعطى يا ابن مسعود، سل تعطى يا ابن مسعود، سل ها تعطى يا ابن مسعود. صليت مع رسول الله، يعني يقول للنبي محمد: دعاك مستجيب، يلا كمان عايزين، كمان عايزين ثاني يا ابن مسعود، كمان عايزين ثاني يا ابن مسعود. قيل من الدعاء الذي كان يدعو به ابن مسعود دعاء يمزق القلب فرحا لرب الكعبه، كان من دعائه الذي امن عليه النبي، كان ابن مسعود يقول: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، والنبي يقول: امين. اسمع. واسالك نعيما لا ينفد، والنبي يقول: امين. وقره اعين لا تنقض
حسب على أنك بغيره، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. والنبي يقول آمين آمين آمين. معنى كلمة آمين آمين أي قد استجيب لك يا ابن مسعود، استجيب لك يا ابن مسعود، تعال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. أي سورة وهو يبكي بين يدي من؟ معلم الدنيا. واحد لما يقرأ مع إنسان عنده إجازة صليت مع رسول الله ربما ترتعد فرائصه ويتلجلج والفاتحة تتركع منه وغير ذلك. طب كيف لو قرأ أمام شيخ المقارئ؟ فكيف أحباب إخوان في الله لو قرأ على يد أحد المشاهير الكبار من القراء؟ فكيف لو قرأ على أبي بكر أو عمر؟ كيف لو قرأ على يد رسول الله؟ كيف يكون الحال؟ فابن مسعود كان موفق. فإذا ابن مسعود يختار صورة إيه يا أحباب؟ يختار الرحمن. طب الواقعة؟ طب الزلزلة؟ طب الشمس؟ طب القمر؟ طب يونس؟ طب يوسف؟ ما يختار محمد صلى الله عليه وسلم. مش في سورة اسمها سورة محمد؟ ما يختار الذين كفروا يقولوا كده محمد صلى الله عليه وسلم يأتيهم. إنما ابن مسعود اختار الصورة التي كان يقرأ فيها شيخ عبد الرحمن الآن، ألا وهي صورة النساء، والنبي يستمع ويتمايل للنبي محمد وهو يسمع من ابن مسعود، ويزداد ابن مسعود من غصن إلى غصن ومن بستان إلى بستان إلى أن وصل إلى قبره جل جلاله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك؟ الكف هنا لمين؟ لسيدنا النبي. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول يا ريتنا احنا كنا سوينا في الأرض ما عصينا النبي. فلما سمعها النبي بكى قال برزقك على رأسك يا ابن مسعود، على رأسك يا ابن مسعود. ثم ظرفت عيني النبي بالدموع صلى الله عليه وسلم. القرآن يا أحباب إخواني في الله، القرآن ما كان في بيت إلا ونزلت فيه الرحمة والسكينة، ما كان في صدر واحد إلا ورزق الإطمئنان والسعادة، وما تخلف عنه إنسان إلا وأصابه الهم والغم. ليس بكلامي، اقرأ أول طه طه ما أنزلنا عليك، هذا الآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جميل، نحن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلناه لماذا؟ لتسعد، صح؟ طب اقرأ آخر صفحة في سورة طه، في سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحبتي وإخواني في الله، القرآن أحباب أحباب إخواني في الله، كان العرب يقولون عنه أنه سحر لا يقبل. القرآن لا يقاوم، لا يقاوم على الإطلاق. كانت الآية تقرأ على فضاحبة الكفر، فإذا بهم يخرون لله سجدا ورب الكعبة وهم على شركهم. والحديث عند الإمام البخاري وهو يقرأ النبي محمد هنخدم يوم عشان ايه؟ نقول بس صليتم على رسول الله. يوم من الأيام خرج النبي محمد من بيته متوجها إلى البيت الحرام ليصلي فيه، فأخذوا يتغامزون برسول الله ويتلامسون برسول الله ويسبون رسول الله ويسبحون بأيديهم ويسخرون من النبي، والنبي لم يبالي بهم حتى دخل الكعبة. أسأل الله أن أراكم في الكعبة، قولوا آمين. اسمعوا، نعم. فجاء النبي محمد كأنه لم يراهم وهم بجواره، فإذا بهم ترتفع الأصوات، أصواتهم بالتسبيح بالتهليل بالسب، فإذا برسول الله يقول ماذا؟ هل سبهم النبي؟ هل شتمهم النبي؟ هل رد عليهم النبي؟ لا، بل قال النبي محمد الله
رسول الله حتى وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من آية إلى آية بدأ بعضهم يسكت بعض أسكت 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 اسمع كل واحد من الثاني استنى الشوشوش عليه اسمع ماذا يقول محمد وهم قد سكتوا كأن على رؤوسهم الطير ورب الكعبة سكون وخشوع وهم كفار كذلك لسه هم كفار سميتهم على رسول الله حتى وصل النبي وهو يقرأ إلى قوله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لمن؟ لله واعبدوا كيف النبي محمد يسجد أمر طبيعي بس مش طبيعي بس صلى على رسول الله مش طبيعي مش انك ما تصليش على النبي صليت على رسول الله مش طبيعي ان النبي يرفع راسه فينظر إليهم فيجدهم قد سجدوا لله رب العالمين. القرآن لا يقاوم أحبتي إخواني في الله. رجب رمضان ده أول الانطلاق أن تنطلق إلى الله. طبق في رمضان ربع آية أتدري ما هي؟ ففروا إلى الله. بس والله العظيم أتسعد سعادة ليس بعدها سعادة. بكل صراحة أنا وأنت كلنا مشاكل الله. والله العظيم كلنا عشان والله العظيم هو صابر علينا ربنا جل وعلا وحليم علينا عباده ولكن حبيبي لا تأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون حبيبي وأخي في النار وفي سورة يوسف يا أحبابي لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون واعلم بأن الله يسمع ويرى لو صليت مع رسول الله في 61 سنة